بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتفقنا مش محسن احنا نعرف الاحمال لسه، بس اتفقنا احنا هننزل منشأ الفودي الاول وبعدين نعمله ريبليكيت نكرره بقى زي ما احنا عايزين بالعكس، تمام؟ فده كان المنشأ بتاعنا، عرفنا له احمال ديدلود كان بالشكل ده، وبعدين احنا عرفنا ديدلود على الجوينت ولا لا، فده كانت احمال اللي هي الديدلود دي ما فيهاش خلاف، ولا نزود هنا ولا نقلل هنا، الديدلود ثابت في الكل، ماشي؟ بعد كده احمال اللايف لود، فكان في حمل كده، ماشي؟ وبعدين اللي هي الاحمال الكونسنتريتد، وبعدين قلت الاختيار الثاني دي كده كان لايف بس، وبعد كده هسمي الحمل اللي بعديه لايف 1، وبعدين الحمل اللي بعديه هيكون هنا كده في المرحلة الثانية لايف 2، وبعدين الحمل الثالث هيكون هنا كده لايف 3، تمام؟ وبعدين هنختار حمل كومبينيشن بين لايف 2 بين لايف 2 ولايف 3، وحمل كومبينيشن بين لايف 1 ولايف 3، هنعملهم جمع جمع عشان اوريهم، تمام؟ فالاحمال اللي احنا عايزينها لايف، لايف 1، لايف 2، لايف 3، مش عايزين احمال تانية، ماشي؟ حتى لو احنا كنا عايزين عرفنا حمل رابع فهنحذفه، ملوش لازمه. بعد كده احمال الويند لود ممكن تكون بالشكل ده كده، احمال الويند لود هنفترض ان الويند جاي من الليفت تو رايت، ده كده الاتجاه، فهي هنا بتعمل كومبريشن او بتعمل بريشر، صح كده؟ الناحيه الثانيه كانت بتعمل تنشن، بتعمل تنشن على العمود، بتعمل تنشن على التراس، تمام؟ انا لسه برضه بتكلم من الليفت تو رايت، هتعمل على التراس حمل شد لفوق لان الزاويه كانت صغيره، وبعدين هتعمل على الفريم برضه حمل شد لفوق لان الزاويه كانت 1:10، فاكرين؟ كانت كلها سكشن يعني، وبعدين هنا برضه هتعمل سكشن. ده كان الويند ايه؟ من ليفت تو رايت. بعد كده هنقلبها الويند ماشي من الرايت وليفت، بعد كده هنعمل الكومبينيشن. ايه بقى الكومبينيشن المفروض نعملها؟ اول كومبينيشن عندنا متوقع ان هي تكون بالنيو ايه؟ الكومبينيشن اول حاجه خالص كانت ديد زائد لايف، بعد كده الديد زائد الويند ليفت، بعد كده الديد زائد الويند رايت، بعد كده هندخل الديد واللايف والويند، يبقى ديد زائد لايف زائد ويند ليفت، بعد كده ديد زائد لايف زائد ويند رايت. أنا رايت فيهم رايت. مش هنسمي الرايت على بس، لكن كده هنفترض ان الرياح ماشيه بالاتجاه ده من الاتجاه ده. طب العكس هتمشي كده، يبقى هتضغط هنا وهتشد هنا وهتشد لفوق. فاهم؟ لا هنزل على اللايف. مالها؟ كومبينيشن هنا. انا لسه بتكلم على اللايف دي بس، ما خدتش في اللايف 1 ولا اللايف 2. تمام. ولا اللايف 3 حتى. تمام؟ فديت زائد لايف زائد ويند رايت. بعد كده هنعمل ايه؟ احنا برضه عايزين حالة تحميل اسمها ديد زائد لايف 1 زائد ويند ليفت، صح كده؟ بعد كده ديد زائد لايف 1 زائد الويند رايت، وبعد كده ديد زائد لايف 2 زائد الويند ليفت، صح كده؟ ديد زائد اللايف 2 زائد الويند رايت، ماشي؟ بعد كده ديد زائد لايف 3
زائد الوين ليد ديد زائد لايف سليد زائد الوين درايف. تمام كده؟ طيب بعد كده عايزين بقى اللايف 1 يدخل مع اللايف 3. فنفترض دي كده حاله هنعملها كومبينيشن لوحديها كده، هنقول له ايه؟ لايف 1 زائد لايف 3 دي كده خليها حاله جانبيه لوحديها. وبعد كده الحاله الثانيه لايف 2 زائد لايف 3 صح كده؟ وبعدين عايزين لايف 1 خلاص احنا عملنا لايف 1 ولايف 3 لايف 2 ولايف 3 بس خلاص. لايف 1 ولايف 2 لايف 1 ولايف 2 دي اسمها لايف اولى اللي هي الاساسيه ماشي. لا برضه مش ممكن برضه ناخدها حالة عشان الكانتيليفر ممكن يختلف معانا، حالة لايف 1 زائد لايف 2 مفيش مشكله بحيث ان هي ما تكونش عندنا متحمل كله بالاضافه للكانتيليفر، فخلي عندنا حاله لايف 1 زائد لايف 2 قول يا بس. ليه احنا قسمنا لايف 1 لايف 2 بس يعني بس انت في اي منشأ في الدنيا متوقع ان الناس اللي شغالين طبعا ده منشأ تقليدي فمش مش عليه اكتر من الناس بيركبوا، فانت متوقع ان الناس اللي بيركبوا الناحيه دي برضه متوقع ان هم ناحيه دي برضه متوقع ان هم على المنشأ كله مرة تمام. طب متوقع ان هم على الكانتيليفر بس سايبين المنشأ كله تمام. الحاجات دي كلها لما تيجي تعمل لها كومبينيشن مع بعض ممكن تقلب لك مثلا بدل ما كان منبر في الترص عليه تنشن تقلبه لك كومبريشن، فانت الله فانت تاخد الحالات كلها وبعدين بتعمل كومبينيشن وتقول تقول للبرنامج هات الحاله الانفلوب اللي هي الماكسيمم في الحالات كلها على المنبر واحد او على كل الكونديشنات ديت فاهمني، هو يجيب لك كل حاجه وانت بتصمم على الحالات الماكسيمم. يعني اللايف بس بنحطها على المنبر كله دي اللي بتاعت اسمه ده الصوغ المحدود والعامل اللي هيطلع لك. لا الستار ده مش لايف، الستار ده ديد. تمام الديد هندسه ده ثابت انا ما لعبتش فيه، انا لعبت في اللايف بس دي كده احمد ديد انا لعبت في اللايف مره حطيته هنا مره حطيته هنا مره حطيته هنا وهنا مره حطيته هنا وهنا مره حطيته هنا وهنا مره حطيته هنا وهنا بس. طيب احنا عملنا ديد زائد لايف، ممكن بقى نعمل حاله اسمها ديد زائد لايف 1 زائد لايف 2 ديد كامله بعدين نعمل لايف 1 لايف 2 يعني كانت ليبر مش متحمل فهمت. طيب لسه ايه تاني عايزين بقى ندخل موضوع اللايف 1 واللايف 2 ده في حاله واحده. خلينا نسمي اللايف 1 واللايف 2 ده لايف 1 3 وخلينا نسمي ده لايف 2 3 فاهمين، خلينا ده كده لايف 1 2 عشان بس يعني نصدر الاسماء ونسهل على نفسنا. انا وصلت لحكايه الديد واللايف ان انا عملت الديد واللايف 1 لوحديها كده، لسه عايز اعمل ايه؟ الديد واللايف 1 3 مع الويند وبعدين الديد واللايف 1 اللايف 2 3 مع الويند فاهمين؟ طيب فانا عايز اقول ايه؟ ديد دي كده اللي هي اللايف 1 2 صح؟ لحظه ديد نقول بقى ديد زائد لايف 1 2 طيب ديد زائد لايف 1 3 بعد كده ديد زائد لايف 2 3 تمام كده؟ طيب عايز بقى ادخل حكايه الويند معاها فاخد كل حاله من دول معاهم ويند ليفت ومعاهم ويند رايت اقول له ديد زائد لايف 1 2 زائد الويند ليفت ديد زائد لايف 1 2 زائد الويند رايت تمام؟ طيب تعالى بعد كده ديد زائد ال ديد زائد اللايف 1 3 زائد الويند ليفت ديد زائد اللايف 1 3 زائد الويند رايت اخر حاجه اللي هي ديد زائد الويند 2 3 زائد الويند ليفت بعد كده ديد زائد لايف 2 3 زائد الويند رايت. احنا كده عملنا ايه؟ كل الكومبانيشن. خد بالك لو دخل فيها كريم معاك هتلاقي الحاجات دي كبرت اكتر، فتاخد الديد زائد اللايف لوحديها، ديد زائد الكريم لوحديها، ديد زائد الكريم زائد الويند لوحديها.
فالحالات بتكبر. خلاص دول في مشكلة؟ طيب حالات التحميل دي بتتغير على حسب الشكل اللي قدام. يعني هو المنشأ اللي معايا اجبرنا ان انا اعمل الحالات دي كلها. في منشأ تاني ممكن تعمل عليه 3 4 حالات بس، هو المنشأ الفريم العادي. ماشي؟ طيب انا اقصد بقول لك ان في عندك مين لود، مين لود وسكندري لود. فاكرين المين لود ده داخل فيه كل الاحمال ما عدا احمال الايه؟ ما عدا احمال الوين. طب ده داخل فيه الاحمال بالاضافه الى ايه؟ احمال الوين، صح كده؟ طيب لو انا جبت حاله واحده، لو انا جبت حاله واحده فيها ولد وحاله واحده ما فيهاش ولد، قسمتهم هما الاثنين على بعض، يعني ضربت الاف مين، قسمت الاف ولد مين زائد ولد على الاف مين، والسالب دي لو كانت اكبر من واحد باثنين يبقى دي كيس 2 او كيس بي. فاكرين الكيس بي دي هنزود الالف الاول بقيمه كام؟ هتزود بقيمه 20%، فهنساوي 1 و2 الالف الاول اللي كانت في المين لوحديها. يعني رسمت حمل اللي هو الفي ولد حمل السكن على الحمل اللي هو المين، طلع قيمة أكبر من 1 و2، صح؟ كنت بشرح في الكومبانيشن، فدي هتكون كيس بي، وأزود الإف الأول وأنا شغال إيه؟ 1 و2 لقيمة 1 و2. يعني الإف إم زائد دبل دي اللي هي الإف مين زائد الويند. إف مين زائد الويند؟ آه، يعني أنت عندك حالة مثلا اللي هي ديد زائد لايف زائد ويند، وعندك ديد زائد لايف. الحالة دي لوحدي هتطلع لك قوة على مصر. فانا لو قسمت، لو خدت عنصر واحد بس، خدت الديد زائد اللايف لو على الديد زائد اللايف هنا زائد ولد على الديد زائد اللايف، طلعت القيمه دي اكبر من 1 و2، فبختار ان هي كيس بي وازود الاف الاول وقيمه 1 و2. ماشي؟ فعشان كده انا كنت بعمل ايه بقى؟ وانا شغلت في السير بدل ما اعمل جداول وكده، فانا بعمل ايه؟ بقول له هات لي القوة الماكسيموم مين؟ ايه هو الماكسيموم مين؟ أكبر قيمة للأحمال، أكبر قيمة للأحمال ما فيهاش ولد، وأقول له اختار الإنفير. يعني أنا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز آخد كل الكومبينيشن اللي ما فيهاش ولد وأجيب الحالة الماكسيموم فيها. فاهمني؟ تمام. وبعدين عايز اجيب تاني حاجه اللي هي الماكسيموم سكند، عايز اجيب كل القيم اللي فيهم ايه؟ اللي فيهم ولد، عايز اجيب كل القيم اللي ايه؟ اللي فيهم ولد. لو رسمت الماكسيموم ايه؟ الماكسيموم سكند رسمتها على الماكسيموم ايه؟ طلعت اكبر من 1 و2، فدي هتكون الكيس ايه؟ هتكون كيس بي. ولو طلعت اقل من 1 و2 فتشاور كيس زي والاف الاول، هي نفس الاف الاول اللي هي 64% اف هي في حاله الكومباكت، وبتساوي 54% اف هي في حاله النون كومباكت. تمام كده؟ وكمان بتشيك على اللاترال تورشنال باكلينج، الحاجات دي بقى ناخدها جدا. في مشكلة؟ لا. الإف الأول دي بتساوي على الإف الأول؟ إف الأول في الحالة المين. يعني إف الأول بتساوي على الإثنين إف الأول. إف الأول التصميمية بتساوي على الإثنين إف الأول. يعني هتضرب القيمة دي كده في 1 و2. دي كده في 1 و2. فاهمني؟ اه. ده بقى اللي احنا عايزين نعمله، فاحنا عايزين نعرف بقى كل الأحمال
عايزين نعرف كل الاحمال. احنا دلوقتي الاحمال اللي احنا اشتغلنا عليها اللي هي ايه، حطينا لو قلنا كده ديسبلاي شورد ازاين، هنشوف احمال الديت ونقول له اوكي مع الفريم احمال الديت ونقول له اوكي. هو احنا دلوقتي مفعلين الشاشه اللي هي دي، انا عايز ادوس على الشاشه دي عشان يظهر لي احمال الديت. فولو ديسبلاي شورد ازاين على الديت ويكون بالشكل ده. طبعا لسه انا عرفت اللي هي الاحمال اللي هي ديستريبيوتد، بس لسه مش عرفت الاحمال اللي هي الكونسنتريتد، لسه هنعرفها دلوقتي. خلينا بس نكمل احمال الديستريبيوتد الاول وبعد كده هننقل على الاحمال اللي هي الكونسنتريتد. خلاص، فانا دلوقتي عرفت اللايف كلها، وعرفت اللايف 1 وعرفت اللايف 2، لسه عايز اعرف اللايف 3 اللي هي هنا. مظبوط. طيب وكمان لسه هنعرف اللي هي الويند. طيب خلينا في الترص كده، دي كده كانت الاحمال. لما انا خدت الاي مره واحد 56 اللي هي كانت على الفريم، ماشي. طبعا الفريم مش بناخد عليه احمال كونسنتريتد، انا بقى اخترت الثانيه اللي هي الاي بكام؟ بواحد واربعه، فكانت مديني احمال دبليو ديد لود على الترص فده كام؟ 294. فده انا عايز اعرفها، كانها احمال ديد لود كام؟ حوالي 3 من 10. فنيجي هنا كده ونختار، ده اللي هم الاربع جون دول واقول له ايه؟ الساين. على فكره ممكن تعرفها من هنا كده اللي هي الفريم بوينت لود يعني، او ممكن نجيبها من جوه. الساين جوينت لود فورسز، قيمه الفورس كانت كام؟ في اتجاه الزد بسالب 3 من 10، لان الزد طالع لفوق. ونقول له على فكره الوحدات مش مظبطه، عايزين نظبط الوحدات الاول. تاخد بالك بس من الوحدات، ساعات لما انت بتفتح وتقفل بتلاقي الوحدات طايره. تمام. بعد كده نقول له اسايل جوينت لودز فورسز اللي هي الاحمال على الجوينت. بس دي كانت قيمتها كام؟ سالب 3 من 10. ونقول له اوكي. ما هو لسه بقى دول هيكون عليهم النص، اختار دي واختار دي، عليهم حمل كام؟ 15%، صح ولا ايه؟ ليه بقى سبعة؟ بص يا هندسه، انت عندك الجوينت دي شايله فورس نص ده لحد نص ده. طب الفورس اللي على الحرف شايله نص الاسبان بس، فعشان كده بتخليها النص. طيب دي كده كانت احمال اللي هي الديد لود. نشوف احمال اللايف لود، كانت 504، فنختار الجوينتس تاني نقول اساين جوينت لود فورسز. الحمل ده كان حمل لايف، ونقول له ايه؟ ناقص 504. ونقول له اوكي. بعدين نختار دول، هتبقى كام بقى؟ 204 و 252 صح؟ ساين جوينت لود فورس هنا كده 252 اللي هي نص الايه؟ نص القيم. تمام؟ كده عرفنا حمل اللايف اللي هو الحمل اللايف الكلي. لو قلنا كده ديسبلاي شروط الساين على الفريم نتيجة اللايف، نقول له اوكي، هيظهر لك ايه؟ الأحمال كلها. في مشكلة؟ طيب بعد كده عايزين نعرف أحمال لايف 1 ولايف 2 ولايف 3. يعني تقريبا عرفت أحمال لايف 1، نقول له كده ديسبلاي شول أساين على الفريم نتيجة اللايف 1. أنا عرفت فعلا اللايف 1 واللايف 2 تقريبا عرفته. لسه بقى اللايف 3، فنختار برضو النقط تاني بنفس القيم اللي احنا حطيناها في رول اساين جوينت لود فورسز. قيمة الفورس كانت كام؟ 504، ودي نتيجة الايه؟ اللايف 2 اللايف 3 كان نتيجة اللايف 3. ونقول له اوكي. طيب خد دي وخد دي
والله اساين يونت لود 252 ونقول له اوكي. يبقى كده احنا عرفنا احمال نتيجه الايه؟ عشان سامي يحط اللايف لود على التراس ويحط على الجويت شامل بالظبط. ما ينفعش تحط على المنبر عشان المنبرات التراس ما بيكونش عليها مومنت. فلو انت حطيتها في نص الاسبان هيجي عليها مومنت. يبقى ده كده مش شغال مظبوط. طيب عرفنا اللايف 1 واللايف 2 واللايف 3. خلينا بقى نحذف اللايف 4 واللايف 5 مش عايزينها. فنقول له كده ديفاين لود باتر نحذف اللايف ده وده نقول له ديليت واللي بعده برضه ديليت ونقول له اوكي تمام كده. طيب عايز اعرف احمال الويند. احمال الويند كانت عامله ازاي بالنسبه للفريم؟ اهي احمال الويند اهي. انا عملت احمال ديستريبيوتد واحمال كونسنتريتد. الاحمال الديستريبيوتد ادي الدبليو سي 1 اللي هي الدبليو كومبريشن والدبليو اس 1 اللي هي الدبليو ساكشن. فالدبليو كومبريشن ب 336 اللي هي 336 من 1000. فنيجي هنا كده ونختار ده ونختار ده الاثنين مع بعض. مش هما الاثنين نفس الحمل؟ لا بس بودي كومبريشن ريسكشن. لا الحمل بص هندسه هو بالنسبه للممبر الراسي ده انا هعرف الحمل كانه لوكال مش جلوبال. فلوكال هيدي لك انا قلت لك ان انا بس بوفر وقت. انا عارف ان هي ممكن تاخدها واحده واحده بس انا بختار ان تكون واحده لان عارف ان هي هتجيب يعني. فده المنبر كده ده اللي هو المحور واحد وده المحور اثنين وبعدين العمود عليه من المحور ثلاثه. نفس النظام المنبر المايل ده ده واحد وده اثنين. خد بالك انا لو خدت ده كده وخدت ده وقلت له عرفت القوه في الجلوبال في اتجاه الاثنين هيديني ده كده وده كده تمام؟ يعني هيجيبهم لك مره واحده. فنختار الاثنين ونقول له اساين فريم ديستريبيوتد لود اللي هو ده كده ونقول له الحمل ده نتيجه الايه؟ احنا عرفنا الويند ليفت اهي ونقول له قيمه الحمل كانت كام؟ قيمه الحمل كانت 336 كانت 336 خلاص ونقول له اللي هو لوكال اختار دي لوكال وده كده المحور 2 ونقول له اوكي. واضح؟ طيب ده وده نختار ده ونختار ده نقول له اساين فريم لود ديستريبيوتد هنجيبها من جوه. القيمة كام في السكشن؟ القيمة في السكشن كانت 21% ونقول له اوكي. واضح؟ طيب بعد كده عايزين نحسب الاحمال على ده فده برضو عليه سكشن لفوق. فده بقى اللي هو بما انه في الاكس والواي فهناخد الجلوبال على طول بدل الزد نخليها بالسالب مش بالموجب. القيمة كانت كام على التراس؟ هنيجي بقى على المحور اللي هو التاني ده. القيمة كانت كام في حالة الكومبريشن؟ احنا في كونسنتريتد اهو. القيمة كانت كام؟ ب 470 في حالة الكومبريشن. هو احنا بالنسبة للتراس ده هنحط عليه الحمل السكشن الكبير ولا الصغير؟ احنا كنا فاكرين ان فاكرين لما انا قلت لكم كل الاحمال واللي هو المتعدد ده جنب بعض قلت لك اول واحد ده 8 من 10 كل اللي بعديه كلها نص. فبين ده عدى اللي هو الاسبان الاولاني فهيبقى نختار القيمه الايه؟ الاصغر من الاثنين اللي هي القيمه الاصغر اللي هي دي اللي هي 294 فاهمين؟ فده كده نقول له اساين جوينت لود فورسز احنا عايزين نحمل اللي هو الويند ليفت ونختار جلوبال زد كانت كام القيمه؟ 294. طيب ادي سالب 294 ونقول له اوكي. طبعا احنا مش اخترنا على فكره الجلوبال. نقول له كنترول زد اساين جوينت لود فورسز في اتجاه الجلوبال ما اتجاه زد اصلا محور زد لفوق فنشيل السالب دي ونقول له اوكي. نص القيمة كام؟ يمكن 29% لا حالك حوالي كام؟ 15%. فورسز انت كده هتكون كام؟ 15% نتيجة الويند ليفت. لازم تاخد بالك من ده
عشان ما تتلخبطش ونقول له اوكي. طيب ده كده بالنسبه للايه، بالنسبه للويند. لسه برضو في سكشن هنا كده عن النقطه دي، والنقطه دي مش هتتشد كده ولا ايه؟ هتتشد كده كده اه بالظبط. فانا عايز اجيب برضو اجيب ايه قيمه السكشن اللي عليها. انت علمت على الجوينت والمنبر ولا ايه؟ تقول ايه؟ انا علمت على الجوينت والمنبر. ما انا بص انا علمت على الجوينت والمنبر بس ساعه ما دخلت جوه قلت له جوينت، فهو نسى ان في حاجه اسمها ممبر. فاهمني؟ لكن لو دخلت فريم مش هحط لك اي حاجه على الجوينت، هحط لك حاجه على الفريم. فانا عادي ما عنديش مشكله ان انا هنا برضو كنت بختار كده، فبختار برضو المنبرات والجوينت، بس يوم ما بدخل بتكلم على الجوينت. تمام؟ طيب الاسبان ده كان، الاسبان ده كان طوله كام؟ الاسبان ده كان طوله 1.4 متر. هنسبها بقى هيكون الاسبان ده طوله كام؟ هيكون الاسبان ده طوله 75 من 100. تعالى كده انت عندك الطول ده طول 1.4 متر، كم مديلك؟ 15 من 100 صح ولا ايه؟ طيب او الطول ده طوله كام؟ 75 من 100، فيدي لك القيمه كام؟ فتقول له 15 من 100 في 75 من 100 على 1.4 اقلنا بقلنا. ده كده كان ساكشن وده كده كان ساكشن، شو ما نفس القوه. فانا عشان كده اختصرت الدنيا. طلعت كام هي؟ تطلع كام القيمه؟ ها؟ الساين جوينت لود فورسز نتيجة الويند ليفت كانت القيمة بكام؟ القيمة او بوينت او 8. طبعا القوة دي في اتجاه ايه؟ في اتجاه الاكس، فاو بوينت او 8. خد بالك انا لو قلت له ريبليس اكزيستنج لود هيشيل لك الاحمال القديمة ويحط لك الجديدة صح ولا ايه؟ لكن انا عندي حمل اهو، انا عايز اضيف الحمل الثاني عليه على نفس الجوينت، فاقول له اد تو اكزيستنج لود واقول له اوكي. تمام؟ فهو كده ساب القديم وضاف عليه، ضاف عليه كده، ضاف عليه احمال جديده. في مشكله كده؟ كده احنا عرفنا اللي هي الويند ليفت. طب المنشا اللي جوه ده الميزانين ده عليه احمال ويند؟ لا مش عليه احمال ويند لان هو اصلا داخل المبنى من جوه. تمام؟ طيب بعد كده عايزين نعرف الويند رايت، عايزين نعرف الويند رايت، فنقول له كده ايه؟ نختار ده ونختار ده، هنعكس بقى القيم اللي احنا كنا كتبناها كبيره الناحيه دي هنخليها كبيره الناحيه دي. فاخترنا ده وده اولا وقلنا الساين، نختار دي بقى على طول ويند رايت. تمام كده اخترنا الويند رايت، وبعد كده احنا عايزين الحمل اللي هو الحمل الكبير اللي هي كان كام؟ 336. ونقول له كده دي كده كان كام؟ 336. وخد بالك احنا هنا مختار اللوكال 2، اللوكال 2 لو سبتها له زي ما هي كده 336 من غير ما احط له سالب هيعمل لك ايه؟ القوه عامله كده، فانا لازم اخليها بالسالب 336 واقول له اوكي. طيب هنا عكس لك في القوه، عكس لك في القوه لانك انت اصلا عامل بالنسبه للمنبر ده المحور 2 لفوق، فانت لما خليتها للسالب نزلت لتحت. فاقول له كنترول زد وهتاخد وانت راجع كل حاجه لوحديها، يبقى وانت ماشي قدام كده من الليفت تو رايت بتاخد 2 ب2 وانت راجع كل حاجه لوحديها ماشي عشان المحاور بتتفرق. فنقول له كده ده قيمته كام؟ سالب 336. وده كان كام؟ 336. شيل السالب بقى. تمام كده؟ واختار ده وقول له ايه؟ الحمل اللي كان عليه كان كام؟ 210 اهو، يبقى ده كده 210. ونقول له اوكي. وده كده كانت كام؟ بالسالب بقى، فاهمين ولا ايه؟ ده كده كانت بالسالب 210 كيلو جرام. ونقول له اوكي. تمام. لسه عايزين نعرف الاحمال على الايه؟ على الجوينت. الاحمال على الجوينت انت كده في اتجاه الرياح اول باكي عندك فبتاخدها ايه؟ السي اي ب 8 من 10 صح؟ فين السي اي ب 8 من 10؟
ادي سي ب 8 من 10 اللي هي كونسنتريتد له ده اللي هي 470. فاخترناهم كده وقلنا له كده الساين جوينت لود طبعا في اتجاه الزد ده كده بصفر، يبقى ده كده كام؟ سالب 400 كام؟ 470 سالب 470. ونقول له اوكي ماشي. طبعا هو كده عملها غلط، كنترول زد احنا. اختارها تاني كده، اختار البريفوس وقول له اسطاين جوينت لود، احنا عايزينها في اتجاه الزد لفوق فشيل السالب، وقول له نتيجة الويند. الويند ايه بقى؟ نتيجة الويند رايت. ونقول له اوكي ماشي. طيب اختار ده واختار ده، قول له كام؟ نص 470 اللي هي حوالي 235 اهي 235 والويند رايت، ونقول له اوكي ماشي كده. طيب تعالى نشوف كده كل الاحمال الويند رايت، نقول له اوكي كده تمام ماشي. بس ناقص نعمل الحملين اللي على الجوينت دول. يتعاملوا الناحيه دي كده، فنقول نختار كده التو جوين. انت عندك القوة كام؟ 24%. 24% يضربها بقى في 75 على 1.4 تطلع كام؟ الساين 24% في 75% على 1.4 هتكون في اتجاه الاكس بالسالب، يبقى سالب كام بقى؟ كام؟ 12%؟ 75% على 1.4 ماشي 12%، يبقى سالب 12%. ونقول له هات تو اكزيستنج 75% اضرب 24% في 75% على 1.4 هي هتطلع تقريبا كده 12% او 11%. ونقول له هات تو اكزيستنج نود وكده تمام. تمام كده؟ كده عرفنا الويند ليفت وعرفنا الويند رايت. نراجع على احمالنا كده تاني. الاحمال كانت نتيجة الديد كانت بالشكل ده، والاحمال كانت نتيجة اللايف كانت بالشكل ده، وبعد كده الاحمال كانت نتيجة اللايف 1 هنا، وبعدين اللايف 2 هنا، وبعدين اللايف 3. اللايف 3 لسه ما اتعرفتش، فاحنا لسه محتاجين نعرف الاحمال على اللايف 3. نختار ده كده ونشوف احمال اللايف 3 كانت كام. احمال اللايف 3 كانت ب 504. هنقول له كده اساين جوينت لود فورسز، احنا في اتجاه ايه؟ في اتجاه اتجاه السالب زد، ودي كده اللايف 3 كانت قيمتها بكام يا هندسه؟ 504 يبقى ناقص 504. ونقول له اوكي دي نتيجه ايه؟ شو اسمه على الفريم نتيجة اللايف 3 لسه ما تعرفتش برضه. اختارهم كده الساين جوينت لود فورسز ناقص 504 نتيجة اللايف 3، ونقول له اوكي. اللايف 3 ممكن تكون مش موجودة في مش موجودة في ايه؟ يا لايف زمان
لابد من لها اد ولا لا؟ لا مش اد، المفروض نعمل لها ريبليس من الاصايل جوينت رود فورسز تيكر لايف 3، نعمل لها ريبليس. فورس في اتجاه الزد طيب بالظهر برضه. اه احنا عالجوينت 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 ماشي تيك اللايف 3. طيب احنا عندنا كده كده اصلا عرفنا اللايف 3 ماشي. بعد كده بقى عايزين نعمل اللود كومبانيشن اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي. ده كده اللي هو شو عندي فورمات شيفت. عايزين نعرف ان نعرف اللود كومبانيشن، نقول له ديفاين لود كومبانيشن اد نيو كومب. اول حاله عندنا كانت ايه؟ ديد زائد لايف. احنا بقى الحاجات اللي احنا كلها كدينا دي كلها نخلصها بسرعه يعني. ادي ديد زائد لايف ونختار الديد ونقول له اد، والسكيل فاكتور بواحد، كانت في الخرسانه 1 و4 و6 فهنا بواحد في الستيل لان مش شارع الوركينج لود. واللايف كانت بواحد ونقول له اد. اوكي الحاله الثانيه ديد زائد ويند ليفت، فادي كده الديد وبعدين الويند ليفت اهي ونقول له اوكي. الحاله الثالثه خد بالك انا سايبها هنا ايه لينير اد بيتجمعوا على بعض. بعد كده ديد زائد الويند رايت اد الديد وبعدين الويند رايت قول له اوكي. بعديها ديد واللايف والويند ليفت ديد زائد لايف زائد الويند ليفت، هنختار الديد زائد لايف موجود عندنا فنقول له اد على طول وبعدين الويند ليفت اهي نقول له اد ونقول له اوكي. بعد كده زائد الويند رايت ونقول له ايه الديد زائد لايف معانا كده وادي الويند رايت اهي. بعديها ديد لايف ويند ليفت ديد لايف 1 زائد لايف 1 زائد ويند ليفت 1. انا لسه مش عملت الديد زائد لايف 1 صح؟ لا فخلينا نعمل الديد زائد لايف 1 الاول. خلينا كده يبقى ديد زائد لايف 1 ادي الديد زائد لايف 1 نقول له اد. بعد كده ديد زائد لايف 2 ادي الديد وبعدين لايف 2 ونقول له اد. ديد زائد لايف 3 ادي الديد وادي اللايف 3 ونقول له اد. اوكي تمام كده في مشكله؟ طيب بعد كده نقول له ديد زائد لايف 1 زائد ايه؟ الحالات بقى الناس اللي كنا بنتكلم فيها. ها ديد زائد لايف 1 زائد ايه؟ ويند ليفت ويند ليفت. طيب ديد ديد زائد لايف 1 زائد ويند ليفت ديد زائد لايف 1 ايه وبعدين ويند ليفت اي بعدين ديد زائد لايف 1. بس احنا ما عندناش حاله بتقول ديد زائد لايف 1. لا في حالات اللي هي ديد زائد لايف 1 اي ون 2. لا لازم تعرف برضه ديد زائد لايف 1 وديد زائد لايف 2 بعدين. يبقى ديد زائد لايف 1 زائد الويند رايت. احنا خلصنا الويند ليفت صح؟ اه. طيب وديد زائد لايف 3 برضه؟ اه. يبقى ديد زائد لايف 1 زائد لايف ايه؟ ديد زائد لايف 1 زائد الويند الويند رايت ونقول له هات. اللي بعديها ايه؟ ديد زائد لايف 3 زائد الويند ليفت ديد زائد لايف 3 زائد الويند ليفت ادي ديد زائد لايف
3 وبعدين الويند ليفت ديد زائد لايف 3 زائد الويند رايت اللي بعديها احنا مش عرفنا لايف 1 ولايف 2 صح؟ خد كده لايف 1 خليها لايف 1 2 بقى لايف 1 2 لايف 1 2 اللي عبارة عن لايف 1 زائد لايف 2 ايه تاني؟ لايف 1 3 بعد كده لايف 2 3 لايف 1 3 ادي لايف 1 لايف 3 بعد كده لايف 2 3 ادي لايف 2 بعدين لايف 3 ونقول له اد بعد كده بعد كده ايه ديد لايف 1 2 ديد زائد لايف 1 2 ماشي كده يبقى اد ديد زائد لايف 1 2 نقول له اد بعدين ديد زائد لايف 2 3 لايف 2 3 ادي حملة ديد اهو زاد اللايف 2 3 وبعديها ديد زاد اللايف 1 3 ادي الديد طويلة شوية زاد اللايف 1 3 بعديها ديد اللايف 1 2 1 ليفت ديد زائد لايف 1 2 زائد ويند ليفت فين ديد زائد لايف 1 2 زائد الويند ليفت بعديها ديد زائد لايف 1 2 زائد الويند رايت ديد زائد لايف 1 2 زائد الويند رايت قول اوكي بعديها ديد لايف 1 3 ديد زائد لايف 1 3 زائد ويند ليفت ديد زائد لايف 1 3 بعدين ويند ليفت وبعدين تفهم ولا ايه هندسه؟ لا فاهم طيب ديد زائد لايف 1 3 زائد الويند رايت طيب ديد زائد لايف 1 2 صح ولا 2 3 2 3 ديد زائد لايف 2 3 زائد الويند ليفت خلاص انا خلصت ديد زائد لايف 1 2 3 ويند رايت وادي الويند ليفت وبعدين اقول له ايه ديد زائد لايف 2 3 زاد الويند رايت ونقول له اوكي لسه ناقص لنا حالتين الحالتين حالتين بقى الانفلوب بقى ناخد كل الحالات اللي فيها ديد ديد زاد لايف لوحديها وبعدين كل الحالات اللي فيها ديد زاد لايف زاد ويند لوحديها او ديد زاد ويند لوحدي فاهمين فاحنا عايزين نعمل حاله ماكسيموم مين وماكسيموم سكند ماكسيموم مين ماكسيموم سكند عشان ناخد الماكسيموم من ده والماكسيموم من ده ونقسمهم على بعض نشوف انهي الاكبر من الاثنين بس ده زي هو انت هنعمل ايه؟ يعني هو ده يعني هو يعني ده المفروض بيتعمل في اي مشروع صح؟ بالظبط عشان يطلع مشروع صح بالظبط ماشي نعمل اثنين ثلاثه كومبينيشن وخلصنا يعني مش لازم لا 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 تتلاقي اشد شويه طيب فاحنا لازم نعرف له حاله كده اسمها ماكسيموم مين تمام السؤال ده يا باشمهندس كان في جدول كده لو نقول في السي 2
اللي هو ما انا اتكلمت فيه المره اللي فاتت لو بتاع الاكسل شيت. ما انا بدل ما استخدم اكسل شيت واحط فيه نتائج ديد لوحديها ولايف لوحديها دي لوحديها انا بحطها على الساب مباشره وبخليه هو يطلع لي الماكسيمم والمينيمم. تمام ماشي. ده غير الجدول خالص. انا مش هستخدم جدول في الموضوع. تمام. مش هستخدم جدول. انا اخلي الساب لوحده يطلع لي الماكسيمم مين لاقصى قيمه مش فيها رياح مين يعني واقصى قيمه فيها رياح نقسمهم على بعض نشوفهم هل هم قريبين من بعض ولا لا. انا هعمل ايه؟ هاخد الفيجر كده اللي عليه قوه ما فيهاش حمل رياح اقصى قيمه واقل قيمه وبعدين الفيجر اللي تحتيه وبمجرد النظر كده ابص اشوف القيم مثلا القيمه اللي فوق 23 القيمه اللي تحت 20.5 اكيد لو قسمتهم على بعض مش هيجيب 1.2 صح ولا ايه؟ لكن لو القيم طلعت كبيره فبس بقى لكن انت هتحطهم مرتين كده قدام فالموضوع بيخلص بسرعه احسن من موضوع الايه؟ احسن موضوع الجداول يعني. ولخبطت الجداول بقى وكده لو عندك تراس كبير بقى في مثلا 60 70 منبر تتلخبط فيهم وكده فاهمني؟ طيب فانا عايز اعرف له حاله اسمها ماكسيمم مين. ادي ماكسيمم مين وهختار كل الحالات اللي ما فيهاش ويند اللي هي كل الكومباينيشن اللي ما فيهاش ويند فنختار له الديد زائد اللايف. ديد زائد اللايف 1 زائد اللايف 2 ايوه ديد زائد اللايف 1 ديد زائد اللايف 2 وبعدين ديد زائد اللايف 1 3 هتلاقيها نازله معاك كده بالترتيب ديد زائد اللايف 2 ديد زائد اللايف 2 3 بعد كده ديد زائد لايف 3 تمام ولا ايه؟ كده خلاص مفيش حاجه تاني ونقول له كده اوكي وبعدين ندخل على حاجه تانيه كل الحالات اللي فيها وند نستخدمها فنقول له هنا ماكسيمم سكندري كل الحالات اللي فيها وند يبقى ديد زائد لايف زائد وند معانا وبعدين ديد زائد لايف زائد وند رايت معانا ويند ليفت معانا ويند رايت اي كلام فيه دبليو تاخده معاك وصلنا فين ديد زائد لايف 2 3 زائد ويند ليفت وديت زاد ويند ليفت وديت زاد ويند رايت تمام كده؟ تمام طيب خلاص انا كده خلصتهم نقول له اوكي ونقول له اوكي هو انا لسه ناقص لحاجه على فكره لسه لسه المنشأ ده كده مش حملت ايه مش حملت ايه عليه على العمود انا برضه محتاج ادخل احمال المنشأ ده بص انا مش هدخل المنشا ده في الكومباينيشن مع العمود لكن انا هاخد الرياكشن بتاعه اللي هو هنا ده واحطه على العمود ده لانه منشا صغير مش هياثر عندك في الستنس ولا حاجه فهو كانه بالظبط حته فريم كده في رياكشن من تحت من هنا في رياكشن من هنا فالرياكشن اللي من هنا ده احطه على العمود وازود الايه؟ وازود حمل النورمال بتاع العمود. لو هو مش بيبقى عليه حمل ديد لود؟ عليه حمل ديد لود وعليه حمل لايف لود صغير. مش هنحطه يعني؟ كله هنستخدمه بس كل الحاجات دي هتترمي على العمود. تمام. ماشي؟ هنرميها على العمود بحيث ان هو يزود الرياكشن بتاعه. تمام ولا ايه؟ تمام. طيب. في سؤال بس معلش. واحنا بنعمل مشروع في السي 2 كان بيقول لك اعمل مفصله الحته اللي هي من العمود للبيم. تمام. مش عارف ليه. سواء كان في مفصله او مفيش مفصله انت الكونكشن بتاعتك بتعمل على اساس ان لو مفيش مفصله في مومنت فتصمم مومنت على انها بتصمم كونكشن على انها تشيل مومنت في مفصله فما فيش مومنت فبتصمم كونكشن على انها تشيل بس هي طبعا باللي انا قلته لك فانا ممكن اختار المنبر ده كده واقول له ريليز اقول له اساين فريم ريليز وانا عايز في الاند بتاعه ده في الاند نقول له اوكي بحيث ان هو هنا يكون ايه؟ كانه هنج. اه ماشي؟ بحيث ان هو يرمي لك الاكشن بس على العمود مش هيديك حاجه تانيه.
فاهمين ولا ايه؟ في مشكلة؟ طيب انا كده خلصت المنشأ 2D، انا احل واشوف لو في اخطاء او كده، وبعد كده نبدا نليفل المنشأ 3D. حطيت احمال وعملت الكومبينيشن، فانا بس هجرب كانه كده 2D وبعد كده اشوف بعد كده نخليه 3D. فالاكس زد ده ونقول له ران، خلي بقى الموديل دونت ران، نقول له ران ناو، شوف الدنيا ايه ظروفها. تمام، فما فيش مشكله، المنشأ شغال كويس. هو كده هيشغل يعني كده المنشأ عليه احمال. بص المنشأ لو فيه لو في مشاكل، في منبر مثلا مش متوصل بالتاني مقطوع او كده، تمام مش موضوع بيظهر، بتلاقي المنشأ وقف كانه ان ستيبل يعني. لما هو طالما هو كله متحرك معاك فالدنيا شغاله. ماشي، طيب انا هفك الاف واقول له خد لي بقى المنشأ ده كده في ال 3 دي. احنا كان عندنا المنشأ بتاعنا السبيسنج كانت كام؟ السبيسنج كان 6 متر، وكان كام واحده؟ كان كام فريم؟ 9 تقريبا. فنقول له ايديت، انا اخترت كل حاجه صح؟ اقول له ايديت ريبليكيت. ريبليكيت اللي هي زي كوبي بالظبط. هنشتغل لينير ولا لادر ولا ميرور؟ هنستخدم اللينير. هنمشي في اتجاه ايه؟ في اتجاه الواي. قيمه كام؟ قيمه 6. كام سبيسنج؟ 8. 6 في 8 ب 48 يعني 9 فريمات 8. ماشي، فهنمشي 8 سبيسنج. تمام كده، ونقول له اوكي. كده كان في كام واحد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. احنا عملنا 8 سبيس. انا كده عملت الايه؟ عملت تقريبا 3 دي. لسه بدي اعمل له الحاجات الثانيه بقى اللي انا افترضتها. بدي احط عليه الترس الاسترات، بدي احط عليه البرل. تمام كده. طيب خلينا بقى في ال 2 دي، خلينا في اللي هي الاكس زد. انا قلت البرل كانت المسافه بينها كام؟ 1.56. كانت عامله كام؟ كانت عامله كام مسافه هنا؟ 1.56. كانت عامله كام مسافه؟ العرض اصلا ايه؟ العرض اللي هو 12 ونص تقريبا اهو. اه 12 ونص، 12.56. في كام سبيسنج؟ 12 ونص على 1.56. ايوه، يطلع كام؟ اظن يطلع 6 8. 8. طيب فالمفروض ان احنا نمسك المنبر ده كله كده ونقسمه كام واحده؟ 8. هنقسمه 8. فنقول له ايديت، ايديت لاينز، ديفايد فريم. هنقسمها كام واحده؟ 8. ادي كده 8، ونقول له اوكي. لو اخترنا هنلاقي فعلا هو قسمها. في مشكله؟ طيب انا عايز اختار سواء اسمها مسافات مختلفة ولا لا؟ لا مسافات واحدة، كلها مسافة واحدة. بص طول كام؟ 1.57 زي ما كنا شغالين. ماشي، طيب كلها مسافات متساوية، بس كلها مسافات قد بعضها. أنا عايز أختار كل ده كده، وأنا عارف إن كل جوينت من دول هيطلع منها بيرل. فاكرين ولا إيه؟ كل جوينت من دول هيطلع منها بيرل. فانا عايز احول جوينت للاين، عايز اخلي لاين كده يمشي من الجوينت دي لحد ما نوصل للنهايه خالص. ماشي، فالاول انا كنت عرفت القطاعات ولا لا؟ ديفاين سيكشن، كنت عرفت انا قطاع ايه؟ برلين اللي هو ده كده. نقول له اوكي. فانا هختار اللي هو الدرو فريم ده كده، واقول له خلي لي القطاع اللي عندك برلين. انا هخليه دلوقتي برلين، وبعدين هقفل، وبعدين هطلع منها. لو ضغطت عليه تاني هتلاقي القطاع برلين زي ما هو ثابت. ماشي، انا اخترته ليه؟ عشان لما اختار النقط دي كده واقول له ايديت، واقول له اكسترود، اكسترود بوينت تو فريم، هقول له يمشي في اتجاه الواي 6 متر، والعدد كان كام؟ 8. ونختار دي نختار القطاع ده ايه؟ برلين. هندسه هو يمشي هيمشي 8 مسافات، كل واحده 6.
ثمان مسافات كل واحدة. ثمان مسافات كل واحدة ستة، اللي هي ستة في ثمانية بثمانية وأربعين. فأنا عملت ستة، المسافة ستة والعدد ثمان، ونقول له أوكي. هتبص كده في الثري دي يعني. تمام. طيب بعد كده عايزين نختار ده ونختار ده، مش دول برضه عليهم سايد جيرتس؟ كانت المسافات بينهم كام؟ كانت واحد ونص تقريبا. كانت واحد ونص. الطول ده كام؟ 825. اسم 825 على واحد ونص كده 825. طبعا ممكن نفتح الاوتوكاد. كانت عندنا المسافات كام؟ ناقصها كده. كانت المسافات واحد ونص، كانت آخر مسافة عندنا 1.94. فأنا عايز أقسم الأول، عايز أمسك العمود ده كده وأقول له قسمه لي قطعتين. أول قطعة فيهم كانت طولها كام؟ 1.94 من تحت. من تحت. وبعدين كده الباقي كله، الباقي كله هنقسمه ايه؟ هنقسمه قطع. هنشوف كم قطع، هما كم قطع. هنقسم ادي 1 2 3 4، اربع قطع متساويين. خلاص. فنقول له كده edit edit line divide frame. انا عايز اقسمه كام؟ absolute، والمسافه 1.94. ونقول له اوكي. لو اخترنا لتحت كده هيختار لنا فعلا المسافه كام، طولها 1.94. ماشي. طيب تعالى بقى، ده احنا كنا رسمناه العكس، او كان مرسوم العكس. فانت بدل ما هتعرف لي المسافه 1.94، هتعرف لي المسافه اللي هي الثانيه، اللي هي الطول الكلي ناقص 1.94. فالطول الكلي كام؟ الطول الكلي كان 8.25. يطرح كده هندسه 8.25 ناقص 1.94. واحد أربعة وتسعين. ستة وتلاتين. كم؟ ستة واحد وتلاتين. وأقول له أوكي. لو اخترنا كده فعلا هتكون المسافة اللي فوق طولها كم؟ ستة واحد وتلاتين. عشان المنبر ده مرسوم من فوق لتحت، ده كده مرسوم من تحت لفوق، فاهمني؟ فالمسافة اللي تحتيها أنا عايزها كم؟ 1.94. وبعدين كل المسافات أخليهم كم بقى؟ هنمسك دول كده نقسمهم ونقول له كده edit edit lines divide frame. هنخليهم كم مسافة؟ أربع مسافات. ونقول له اوكي. لو اخترنا كده فعلا هتلاقي يعني ادي واحدة اثنين ثلاثة أربع مسافات. تمام. على هذا الأساس نختار النقط، ونختار النقط من الناحية دي. هنختارها كده بالراحة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. طبعا في مسافة هنا مش معانا، اللي هي النقطة دي كده. وبعدين نقول له ايه؟ اخترنا دول نفس الـ الكلام بالظبط. نقول له اكسترود بوينت تو فريم، اكسترود بوينت تو فريم. ونختار القطاع ده برلين ستة وثمانية. ونقول له اوكي. ونشوف الشكل ال 3 دي هيدينا الشكل ده كده. خلاص. طب هناخد بس بريك كده نكمل يعني.